السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اليوم سنتكلم عن ذكر وهو أعظم الأذكار وهو ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله هو من أعظم الأذكار كل الأنبياء والرسل جاءوا ليقولوا للناس لا إله إلا الله ليوحدوا الله لأنه من أعظم الأذكار لا اله الا الله لو لو وزنت في ميزان الحق ووزنت السماوات والارض لكانت اثقل من السماوات والارض لا اله الا الله اعظم شيء لا اله الا الله تصنع بها المعجزات ليس فقط الكرامات المعجزات الكرامات والتداوي في قيمه المعجزات والكرامات لان نحن ضعفاء يعني ما في ذكر لا إله يعني باش كي, كي تصل إلى الكرامات لا إله إلا الله ومعجزات لا إله إلا الله تحدث معك كرامات بلا إله إلا الله يجب, يجب أن يكون عندك يقين قلبي وعقلي ونفسي مجموعون ثلاث ويخرج منهم اليقين يخرج من القلب والعقل والنفس يخرج منهم لا اله الا الله. كي تصل لهذه الرتبة لانها رتبة يصلها واحد في في ملايين البشر، لا يصلها كل واحد. نحن الان سنقول فقط التداوي والاستفادة من لا اله الا الله. ليس هناك مرض اسمه مرض نفسي. مرض شيطان، كل من عندهم مرض نفسي او يقول لك انك عندك مرض نفسي او انت عندك مرض نفسي أو شيئا ما أو هذا مرض شيطاني أنا سأقول إذا قلت لا إله إلا الله جلست وقلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله ببطء لا إله إلا الله ألف مرة لن يبقى عندك مرض نفسي ولن تحس باكتئاب ولن تحس بتعب ولن ولن يكون عندك وسواس شيطاني تولي عليك الشياطين والجن وتقضي على كل شيء فقط بجمله واحده وهي لا اله الا الله يا يوسف انا لا استطيع قراءه سوره البقره لا استطيع قراءه ايه الكرسي ايه الكرسي سبق وقلنا انها عظيمه حتى ان من المجربات ستشاهد الان في الشاشه من المجربات اذا قرأتها ألف مره لمدة اربعين يوما ربما تشاهد الملائكة الف مرة يوميا لمدة اربعين يوما ربما تحدث معك اشياء خارقة للعادة فهمت هذا هو قراننا هذا هو ذكرنا ولكن نحن غائبون غائبون نحن نعتمد على الغير هل تعتقد لما تذهب عند الراقي ستشفى لما تذهب عند الراقي أنك تشرب مسكنا للراس الراس يؤلمك فانت تشرب مسكنا دواء فقط والحريق سيرجع والمرض سيرجع ولكن أنت إذا حركت لسانك وداومت على الذكر يوميا ستشفى بإذن الله ألف مرة لا إله إلا الله ستغير حياتك في أي شيء أردت الأرزاق الزواج, الزواج، غفران الذنوب غفران الذنوب هو من لا اله الا الله عادي من الناس يسال هل استغفر الله واذكر الله لا اله تغفر الذنوب تفعل اي شيء مختصر لا اله لكل شيء الرسول عليه الصلاه والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه من قال لا اله الا الله بقلب خالص الف مره تطلق السجين وتشفي المريض وت... وتذهب الشياطين وت... وتزيل العكوسات ويصبح عندك قبول مع الناس قل لا إله إلا إن لم تستطع قراءة سورة البقرة قراءة آية الكرسي فداوم على هذا الذكر يوميا ولو يكون عندك عذر فقرأ لا إله إلا الله ألف مرة يوميا قال سبعون ألف يوميا لا إله إلا الله فرج الله همه وقضى حاجته ان قرأ لا اله الا الله مدة سبعة ايام عشرة الاف نجا من نار جهنم هنا طريقة لذكر لا اله الا الله من المجرب لقضاء الحوج وتسهيل وتسهيل كل الامور وازالة العكوسات وبطل السحر والقبول مع الناس وفي الرزق والتجارة وفي أي شيء هذا هذا الورد يوم السبت تقرأ لا إله إلا الله عشرة آلاف يوم الاحد احدى الف يوم الاثنين 12 عشر الف يوم الثلاثاء ثلاثة عشر الف يوم الاربعاء اربعة الف يوم الخميس خمسة الف يوم الجمعة ست ستة عشرة لا اله الا الله قال انشغالك بذكر لا اله الا الله بدون عدد اذا اردت الخير هذا ما انصح به عديد من المتتبعين اقول انت يجب ان تشغل لسانكم بلا اله الا الله اليوم كله في الشارع في العمل خارج داخل يوما لا الى اعتزال الكلام اذا فرغت فنصب ربك فرغب اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب يقول الله في الفراغ يجب ان تذكره وتقرا القران يعني يجب ان تذكر الله دائما دائما عود لسانك على ذكر الله وستزيل منك كل الامراض تكلم فقط على الناس الذين هم مرضى ويريدون ان يتشافوا يعني أقول لكم لما تحس بنفسك أنك حزين إذا حسيت بحزن فهذا من الشيطان والجن الكافر إذا حسيت لأنهما يريد أن يحسك بحزن يريدون منك الهلاك يريدون لك الهلاك يجب أن تضع في نفسك هما يريدون لك الهلاك إذا أحسيت بحزن وإذا أردت رأسك أنك تدخل إلى عمل تخرج وليس لديك عمل ليس لديك رزق وليس لديك قبول فأكثر من لا إله إلا الله يوم أكتر من لا إله إلا الله تفك كل شيء بأن تفك كل الأسحار وكل شيء أكتر منها ما استطعتم حاول أن تفعل وذ حاول أن تقول ألف مرة ألف مرة يوميا وأما إذا كنت عندك وقت فقل ألف وراء كل صلاة قل ألفين ثلاث ألاف يعني اجتهدوا في ذكر لا إله إلا الله فسينجيكم من النار في الدنيا سينجيك في الدنيا وفي الآخرة وعليكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أكثر منها ستروا يعني من فوائد هذا الذكر لا إله إلا محمد رسول الله يجلب الرزق والقبول من المجربات هذا كل شيء واتمنى لكم الخير